يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعفير يقول هل تمعير، يقول هل تمعير الوجه بالتراب وسؤال الله من أنواع العبادة كما كان يفعل شيخ الإسلام، كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ مش يفعل كاتب يقول هل تمعير الوجه بالتراب ثم سؤال الله؟ الله لا أعرف هذا، لا أدري. نعم.